عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لكم. كمان اليوم في أزمير بدنا نروح على واحد من القرى القديمة اسمها الشرنجة. هاي واحدة من القرى المعروفة بأنها فيها 600 شخص بس، فبالتالي التجربة حتكون مميزة والتجربة حتكون حلوة، لأنه حنطلع من جو المدينة ونروح على جو قرية مسالمة وسياحية بنفس الوقت. يلا. كان اسمه سيلجوك، هذا كمان فيه آثار رومانية، وبنفس الوقت فيه نطلع بعدين من عنده للشرنجة. طبعا نستخدم شيء اسمه الإسبان اللي هو مثل المترو ولكن بيخدم الضواحي، بينما المترو بضل في منتصف مدينة إزمير. تاخذوا المترو باتجاه منطقة اسمها تيبيكوي هيك شيء، بعدين كمان بتغيروا من المحطة تيبيكوي لواحد تاني بياخدك لين سيلجوك مباشرة. هاي هون هلا وصل الإزبان، رح نبدأ الرحلة، خليكم جاهزين. نحن مثل ما قلنا رايحين على تيبيكوي، هاي هي مكتوبة حتى فوق بتكون، ويلا. صغير من أول شيء ما شاء الله شغال أول الرحلة، وهلا مغلب أمه تقريبا ما بيهدى طوال الطريق. تقريبا بعد ما وصلنا لهون على تيبيكوي بدنا نستنى كمان نص ساعة عشان نروح على سيلجوك اللي هي تعتبر قريبة كتير من شيرينجة. شوي الطريق صراحة يعني ما انصحكم تروحوا بالإسبان، لأنه ساعة ساعة وليه ما وصلنا على سيلجوك على تيبيكوي، وهلا لسه قدامنا شي 3/4 ساعة، فكتير أخذ وقت طويل. إن شاء الله يكون الموضوع بيستاهل. أخيراً وصلنا إلى سيلجوك. صراحة المكان ظريف، أنا توقعته أصغر من هيك، بس ولكن هي مدينة حية. يعني شوفوا شلون هون الآثار الرومانية القديمة، هلا حورجيكم إياها كلها، بس صراحة لحد الآن شيء ظريف جدا. هاي نحن هون هلا نزلنا، هذا هون الإزبان اللي كنا فيه، هاي مباشرة هون في كافيات. المنطقة هي طبعا في آثار رومانية معروفة كتير، فلهيك فيها كافيات وممكن يحكوا شوي إنجليزي. على الأقل تقولون سيلجوك وتقولون الشرنجة مباشرة بيعرفوا، بيدلوك يعني صراحة. هلا بقى نشوف نحن شلون نطلع على الشرنجة. حبيت أوريكم بس المكان إنه فعلا كتير حلو، يعني الموضوع مبشر بالخير، بس نحن لازم نكون هاي هنيك الآثار الرومانية مثل شايفين هاي القلعة، ولكن أنا مهتم بالقرية أكثر عشان نشوف شو حيصير معنا هلا. هي هون كمان قهوة هيك رايقة ظريفة لطيفة. هون كمان في أوتيلات وفي كل شيء يعني، فالمكان رايق، المكان حلو. نقول سيلجوك ظريفة جدا. بلشنا نشوف الشغلات الأثرية، هذا كمان محطة بوليس. ففعليا في شغلات حلوة هون، في شغلات جميلة. روح الآثار نقول التاريخ موجودة في المكان واضحة، حتى بتحسها وانت ماشي. انترستينج، شيء حلو لحد الان، شيء ظريف. عارف هي هون الازمير جينا منه، تركناه بظهرنا، كملنا، دخلنا في هذا المنظر الجميل. هون في كافيات على ايدك يمين واليسار، وبعدها بقى بنروح على اليسار، هنلاقي بعدين اللي هو الميني بوس او بسموه الدولموش. هون هذا الدولموش هو اللي حياخذنا على الشرنجة. يعني هي رحلة شوي متعبة صراحة، خاصة في موضوع التنقلات، عشان هيك اللي معه سيارة بيكون الموضوع أحلى وأجمل. شايفين حتى هون يعني في شغلات رومانية كتير، الموضوع واضح، ممكن حتى نروح نشوفها هلا على السريع.
طبعا انا هون هلا رايح اوريكم الاثار واشوف الاثار معكم، بس اخذت لي شويه سميت لانه صراحه ما لي اكل من الصبح، وحابب انه اكل بالقريه لانه سمعت في اطلالات كثير حلوه، مع انه هون كمان اطلالات كثير جميله. بس حنشوف هلا بلشنا. سبحان الله، يعني حتى الحجار لما بتصير قديمه بتكون لها قيمه، فما بالك الانسان لما بيكبر بالعمر شلون بصير له قيمه اكبر اذا فعلا عنده خبره كبيره مثل هون. شوفوا هي هون المدخن، بوابة عشان تدخل. دخل تقريبا بعشر ليرات، وفي في متحف وفي شغلات مثل هيك بتدفع نص ل 200 ليرة على حسب بقى شو في شغلات جوا. مشكلتها بتاخذ شي ساعتين، ونحن اخر اسبان عنا عشان نرجع من هون لازمير الساعة 9، فما في وقت صراحة بالنسبة لي أنا أروح على القرية أهم. المهم اللي بده يجي لهون بسكروا على 7:30 تقريبا عشان تكونوا بالصورة. طلع إنه لما توصلنا لعند أماكن الإفس نفس الشارع بدك تاخذ يسار على شيء اسمه بسموه الأوتوكار، هو كراجات سلجوك. من هنيك بيطلع بقى اللي هو رايح على الشرنجة. بس سأل عن شرنجة دولموش مباشرة بيدلوك لهون، حتى لو ما بيحكوا تركي، حتى لو بيحكوا انجليزي او عربي حيدلوك لهون، بس انه انت بتجي لهون مباشرة عشان تقدر تاخذ هذا بسموه الدولمش، اللي هو الباص الصغير، سرفيس، شو ما كان بتسميه انت، بس هذا هو. هلا هون نحن بالاوتوغار بسموه، اللي هو الكراجات او اساس يعني مثل هيك مصدر الاتصال المواصلات. فمثل ما شايفين هلا هنشوف هذا مكتوب عليه الشرنجة. الشرنجة كبنا نحن بالدولموش هلا 3.5 ليرات سعر الروحة. آخر باص بيرجع من الشرنجة لهون 9:30، كل 20 دقيقة في باص رايح جاي. عشان تحط هذا الشيء في بالك وتظبط الأمور، لأنه مثل ما قلنا لكم الإزبن عشان ترجع على إزمير آخر باص من سلجوك شو 9:25، فهو شوي الموضوع معقد. معك سيارة بتحل كل هالمشاكل هاي، بس يعني جست إن كيس مثل ما جيت أنا بدون سيارة، فالموضوع ناس تعرف التفاصيل هاي عشان ما تعلى هنيك، ممكن إذا جاي تقعد هنيك هذا طبعا الموضوع مختلف. وصلنا الى الشرنجة. نحن عم نحكي عن تقريبا اخذنا 20 دقيقة بالباص. المكان يستحق بقوة. هلا حوريكم اياه، تستمتعوا معي بهيك قرية، يعني انا صراحة لازم تجوا عليها لانه بتستاهل. هلا هون نحن بلشنا بشوارع القرية، طبعا موجودة عندك طوال الوقت، اللي هي الانتيكات. يا عيني يا عيني، مطاعم هون على اليسار. هون كمان في مسجد، يعني شايفين الأجواء شلون ما أحلاها. يا الله شو يعني، لا 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 كلام كبير صراحة، شيء رائع يعني تستحق المشوار، بس أكيد لو في سيارة بيكون أسهل. كل انواع الانتيكات بتلاقيها موجوده هون، كتذكار، كمثلا هاي شغلات ما بعرف شو بالضبط، صابون،
فنحن عم نحكي عن صراحة شيء جميل جدا. هلا بقى بدنا نجرب هل بيحكوا انجليزي ولا لا بشكل منيح. ما بعرف صراحة. شايفين العجقة الموجودة على المكان؟ لا كمان نحتاج الدفع الرباعي عشان نوصل لفوق. طبعا من الشغلات المعروفة هون بشيرينجي عندهم أفضل ويسكي موجود في تركيا. فاللي مهتم يعني ما بعرف بقى هذا الموضوع برجع لكل شخص. مثل ما شايفين هاي محلات معروفة. في بعض المحلات تركي الأسعار، في بعض المحلات لا. وهلا بنشوف بقى مطعم اطلالته حلوة كتير عشان سنقعد عليه. نشوف لأنه أنا جوعان. وصلت لأعلى القرية، بلشت تطلع الدجاجات على اليمين. بس طبعا هون ما في حركة سياحية، كل الناس هو بتكون أهل المنطقة نفسهم عايشين. شاك بنشوف الدجاج، بنشوف الغنم. نظام القرية الجميل اللي كله اكتفاء ذاتي معلم. ما في حدا محتاج انه والله ياكل يجيب يطلب من استراليا لحمة ولا ما بعرف من وين برازيل. كله صناعة محلية وبنفس الوقت مرباية على الأكيد والمضمون. هيك كانت كل العالم قبل ما تصير طفرة تبعت المدن. فسبحان الله كل شيء له شيء. في آخر القرية بتلاقي هذا المكان الجميل المفتوح، هو عبارة عن بدنا نقول جوهرة يعني مخفية، بحيث انه شوف هاي الأطلالة بنفس الوقت تستمتع بشرب كاسة شاي أو قهوة بشكل جدا ممتع. ولكن هون كمان في شغلة، في بيت اوكي هاي هون شغلة تراثية هاي كانت الكنيسة القديمة. الكنيسة القديمة هون كنيسة كنيسة شيرينجي. دائما هون لما يكون في عندك مناظر حلوة وبتستمتع فيها بتاخد لك كاسة شاي تركي بتغسل لك كل هالتعب اللي انت حاسس فيه وبتستمتع بالطعم بشكل يعني فعلا ما بتستغرب بقى الاتراك على الطالع نازل بيشربوا شاي لانه يعني فعلا طيب يا اخي. بعدين دائما سعره ثابت في كل مكان، ليرتين او 4 ليرات على حسب فخامة المكان، غير هيك ما في. فيعني شو ما فلست بالسفر شاي 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 شاي. وبعدين يعني اسمه سهل. اخ على روعة المكان يا جدعان. قعدنا بس قعدنا شلون، مو اي قعدة. والاكل ان شاء الله حيكون كتير طيب، بس الاهم من هلا قبل ما يجي الاكل خلينا نستمتع سوا بالمنظر الجميل الجميل والرواء ولك والبساطة والحلاوة والرواء. انا هون هلا قاعد هيك، هي هي القرية وراي وهذا هو المكان بالكامل. هلا شوفوا المكان، حاعطيكم انه تشوفوه كمان. هي القرية كلها كاملة شيرينجي. على انا عم باكل هيك وعم بستمتع بالمنظر. اوكي حكتب لكم اسم المكان، اسمه مركان بهجه ريستورنت. مركان بهجه ريستورنت هو حلو هالاطلال الجميله جدا صراحه. يا عيني ان شاء الله سيكمله بالاكل الطيب. وهي وصل الاكل هلا مع كاسه العيران هون اول شيء. بعدين عندنا هون بقى ندخل على الطافوك
اللي هو التشيكن. مثل ما شايفين شلون هلا مستمتعين هيك. طيب ما فيه طعمة الشيش طاووق بنعرفه، لكن اللون الأحمر والصوص بس لذيذ، لذيذ جدا. مع هيك منظر خلص انت هيك ختمت الموضوع يا معلم، هيك انت وصلك الموضوع بالكامل. السعر بقالكوا عليه بس اتأكد منه، انه انا مستغربت 16 ليرة الصحن، مع الايران يمكن 20 ليرة تركيا ما يعادل حوالي 5 دولار. هيك هلا بقى كون نحن خلصنا تقريبا القرية وسوينا كل شيء، يعني مشينا اكلنا عند المطعم نفسه المكران باكلافا، اللي هي بقلاوة بس ما طيبة صراحة، ما بنصحكم ابدا، بس تطلبوا عنده اكل وقعدته كتير حلوة. وهلا نحن هون خلص رايحين هلا على الباص، نرجع مرة تانية نودع شرنجة، ونروح مرة تانية على سلجوك عشان نرجع مرة تانية لوين؟ على ازمير. وبعدين بقى من سلجوك وعلى القهوة اللي هي صايرة على الرمل بيش ليرة 5 ليرة. بابا رشامتيون تشكر الله. مثل ما شايفين حتى هون الزلمة جبنا ضيافة الله يعطيه العافية، فيعني عندهم الأمور هون لوز. هي هون بقى هدول ضيفنا ياهم، وهي هون القهوة، وهذا هون إطلالة تبعت سلجوك اللي نحن قاعدين فيها. بس شوي تانية بدنا نطلع بالإزبان ونرجع إلى إزمير. إن شاء الله يكون هيك نهاية عجبتكم وسعيدة جدا. أكيد يوم جميل جدا قضيته هون بشرنجو بسلجوك. تحتاج تطلع لك من الساعة 2 تقريبا وحدة، وبالتالي عندك فول داي تقريبا. وشوفوا على أحلى خير يا أحلى متابعين، وهي لعشاق القهوة حسنا.